قبل ساعات إذن من التصويت في الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى والتي عقدت في 23 من أبريل الماضي، كان قرابة 40% أو أقل قليلا من الناخبين الفرنسيين لا يزالوا مترددين، لم يكونوا قد حسموا قرارهم بعد بالتصويت لأي من المرشحين الـ11. لكن لا تبدو الأمور مختلفة هذه المرة، إذ ليس أمام الناخبين الفرنسيين الراغبين في التصويت إلا مرشحين اثنين، مرشح الوسط إيمانويل ماكرو ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان. يبدو أن هناك تعويلا كذلك على أصوات العرب، بدأ ذلك ربما وإن كان بشكل خجول ومحتشم للغاية بالمناظرة التلفزيونية التي جرت بين المرشحين لوبان وماكرون، لكن البعض يتحدث عن أن هذه الانتخابات لم تشهد انسجاما عربيا كبيرا على الأقل فيما يتعلق ببلورة رؤية واحدة للتصويت لأي من المرشحين الـ11 في الجولة الأولى أو من بين المرشحين الاثنين، وإن كان كل الأصوات العربية الآتي من باريس يتحدث عن الرغبة في التصويت لإيمانويل ماكرون، وإن كانت هناك بعض الأصوات حتى من بين العرب ستذهب لمارين لوبان، وهناك كذلك بعض الفاعلين العرب المتحدثين داخل حملة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. أندرا مهاوج الكاتب والمحلل السياسي من باريس. أستاذ أندرا مرحبا بك. الحديث كان بقرابة 40% قبل ساعات من الجولة الأولى، لم يكونوا قد حسموا قرارهم بالتصويت لأي من المرشحين الـ11. كيف تبدو الأمور قبل ساعات بالأمس وصولا إلى اليوم بعدما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها؟ هو بالواقع يعني هذه الانتخابات لها خصوصية بأنها انتخابات يعني من دون قناعة، تقريبا يتوجه الناخبون الفرنسيون لاختيار رئيسهم المقبل، خصوصا بأن يعني الأحزاب التقليدية التي هي القادرة ولديها الآلة الانتخابية لحشد ناخبين، هذه الأحزاب هي خارج السابق كما هو معروف. أستاذ الاختيار نعم. على ما يبدو الاختيار يعني بحسب استطلاعات رأي حوالي كما ذكرت 40% من الفرنسيين لم يحسموا آراءهم بعد، ولكن يعني العامل الأساسي هو بأن مارين لوبان التي كانت تعول كثيرا على المناظرة التلفزيونية الأخيرة لم تحقق يعني الاختراق المطلوب، لأنها يعني لم تتحدث كثيرا عن برنامجها ولم توجه بالأخص تطمينات إلى المتخوفين من برنامجها الانتخابي أو من تشددها، وهذا ربما قد يلعب لمصلحة مانويل ماكرون الذي يطرح نفسه على أنه الشخصية القادرة حاليا على وراثة الأحزاب التقليدية، نعم، وليس بهدف تدميرها ولكن على العكس بهدف جمع كل يعني الوسط، تيارات الوسطية في هذه الأحزاب من اليمين إلى أستاذ أندرا الليبراليين. الهاجس الاقتصادي الذي يبدو مسيطرا على عدد كبير أو على الجزء الأكبر من الفرنسيين ومن الأوروبيين بشكل عام، الناخب الفرنسي أو المواطن الفرنسي بشكل عام هل يرى أنه من الأولى علاجا لهذه الأزمات الاقتصادية التي قد تحدق بالاقتصاد الفرنسي أن يبقى داخل المعسكر الأوروبي الموحد ولا أن يذهب صوب الانفصال؟ لا بالطبع، اليوم إذا يعني المزاج الشعب العام في فرنسا وفي أوروبا أيضا يعني غير مؤيد أو غير متحمس كثيرا للنجاحات التي حققتها الاتحاد الأوروبي، وهي نجاحات يعني تعاد على الأصابع في المجال الاقتصادي، والدليل على ذلك ما حصل في بريطانيا. اليوم هناك تخوف وكان هناك استطلاعات أيضا للرأي قبل حوالي 10 أيام أعتقد، بأن إذا أجري اليوم استفتاء في فرنسا حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، فإن غالبية من الفرنسيين يعني حوالي 47% أكدوا تصميمهم على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن المشكلة هي أن ليس هناك بديل، يعني لا مارين لوبان ولا مانويل ماكرون طرحا بديلا عمليا وقادرا على تحقيق يعني إيمانويل ماكرون. أستاذ أندرا، إيمانويل ماكرون ليس الخروج من الاتحاد، إيمانويل ماكرون ليس مطالبا بأن يطرح البديل لأنه لم يبادر بالحديث أصلا عن الانفصال أو الخروج، الرجل يتحدث باستحسان دائم عن البقاء في الاتحاد الأوروبي. طبعا هذه هي المشكلة بالنسبة لماكرون، لأنه لم يستطع أيضا يعني أن يجيش كل الناخبين أو غالبية الناخبين ورائه، لأن أفكاره لم تكن واضحة ولأنه لم يقدم البديل. المترددون أو الخائفون من العولمة من الليبرالية العشوائية من الاتحاد الأوروبي وتعطل هذا الاتحاد يعني لم يقنعهم مانويل ماكرون. الخيار اليوم هو بين سيئين إذا جاز التعبير مع الاحترام لكل من الشخصيتين المرشحتين، ولكن الخيار كما قال أحد السياسيين من اليسار وهو تعبير واضح عن الواقع الحالي، قال اليوم يعني يوم الأحد سنعمل على تدمير مارين لوبان والتطرف اليميني، ولكننا غدا الاثنين سننطلق في معركة محاربة مانويل ماكرون.
هذا يدل إلى أن صورة الاستقرار السياسي في فرنسا يعني مهتزة، والمشكلة الأكبر ستكون بعد الانتخاب في الانتخابات التشريعية، وفي إمكان الرئيس أيا كان هذا الرئيس في الحصول على غالبية برلمانية تؤهله من تشكيل حكومة متجانسة متراصة وفق برنامج محدد تستطيع إدارة شؤون البلاد. فرنسا مقبلة على يعني هزات سياسية، أستاذ أندري لو سمحت طرح موضوع الجمهورية السادسة. لا أستاذ أندري لو سمحت، الجمهورية الخامسة لم تعد قائمة. لماذا تبدو هذه القناعات من فضلك؟ ستبقى معنا أستاذ أندري مهاوج لنذهب لهذه اللقطات الحية لإيمانويل ماكرون. بالفعل هذه هي اللقطات التي كنا نتحدث إزاءها، حيث المقر الذي سيدلي فيه مرشح الوسط مرشح حركة إلى الأمام إيمانويل ماكرون بصوته في هذه الانتخابات. أستاذ أندري، لماذا يبدو وكأن هناك قناعة بأن الفرنسيين باتوا مطالبين بالاختيار ما بين سيء وأقل سوءا إذا جاز التعبير كما ذكرت حضرتك؟ فرنسا دولة رائدة في العمل الديمقراطي، فرنسا دولة مؤسساتية، لماذا تبدو هذه القناعة في هذا الوقت؟ هناك عدة عوامل. أولا النزاعات داخل السيارات متنازعة داخل الأحزاب التقليدية. شاهدنا كيف أن الحزب الاشتراكي الذي اختار مرشحه في انتخابات أولية تمهيدية، هذا المرشح أمو بنوا أمان لم يحصل إلا على 6% من الأصوات في الدور الأول، وهناك قيادات كبيرة في الحزب الاشتراكي دعت فور انتهاء الانتخابات التمهيدية بالتصويت لصالح إيمانويل ماكرون. بدأ اليمين أيضا يفتقد اليمين بعد يعني نيكولا ساركوزي حاول أن يقوم بمحاولة جديدة لجمع اليمين، ولكن أيضا القيادات الجديدة داخل هذا الحزب غير قادرة بعد ولا تتحلى يعني بقيادة من وزن كبير تستطيع أن تجمع هذه الأحزاب. الأحزاب الفرنسية التقليدية اليوم أمام مشكلة إعادة تشكيلها عن جديد. هناك أحزاب ربما سوف تغيب عن المشهد السياسي الفرنسي الحالي. هي المشكلة مشكلة قيادات ومشكلة برامج. الحملة الانتخابية كانت بشكل خاص حملة شخصية موجهة ضد يعني تهاجمات شخصية، ولم تكن هناك برامج انتخابية تعمل عليها الأحزاب من أجل تلبية مطالب أو توجهات الشعب الفرنسي. هي أزمة الأحزاب أولا. الاعتبار الثاني هو قدرة مارين لوبان التي استطاعت خلال 5 سنوات من بعد ما انفصلت عن والدها أن تغير صورتها لدى الرأي العام، وأن يعني تزيد صورة الشيطنة التي التصقت بوالدها. نعم. وهي أيضا استطاعت أن تنزو بعض الأصوات. تشتت المشهد السياسي العام، خرج الفرنسيين من الصورة التقليدية التي كانت مريحة نسبيا بالنسبة إليهم، يمين أو يسار اشتراكي. ما هي الظروف أستاذ أندري أخيرا، ما هي الظروف التي خدمت مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان؟ ما هي الظروف التي جعلت من مفردات خطابها متقبلة خلال هذه المرحلة؟ يعني مارين لوبان كانت أصبحت منذ حوالي 2 عام بعد الانتخابات التشريعية والمناطقية أصبحت الحزب الأول في فرنسا بحصول على 25% من الأصوات في الانتخابات البلدية، ولكن هو قانون الانتخاب وتوزيع المقاعد والدوائر الانتخابية الذي حرمها من أن تصل إلى السلطة. مارين لوبان هي تتكلم أولا بمخاوف الفرنسيين، خصوصا بعد مشاكل الهجرة، مشاكل الأمن، التفجيرات، العمليات الإرهابية التي حصلت في فرنسا. كان لديها الجرأة والكلام الصريح بقول ما يشعر به غالبية كبيرة من الفرنسيين ومن السياسيين، ولكنهم لا يتلفظون به علنا. هذا واحد. اثنين، استطاعت مارين لوبان أيضا أن تنسب الفرنسيين من أصول يعني تقليدية كاثوليكية، لأنهم يرون فيها ضمارة لاستقرار المجتمع من ناحية العادات والتقاليد. فرانسوا هولاند خلال حكم الاشتراكيين هز أسس هذا المجتمع الفرنسي من ناحية الحقوق التي يعني أرسلتها القوانين بالنسبة للمهاجرين، لاستقبال المهاجرين، بالنسبة للزواج بين مثلي الجنس، وهذا هز الكنيسة الكاثوليكية. ونعرف أن فرنسا ولو كانت بلد علماني وغير يعني شعبها غير ممارس 5% فقط من الكاثوليك يمارسون ديانتهم، ولكنها في تقاليدها وفي جذورها متمسكة بهذه الضوابط. نعم. وبالمقابل إيمانويل ماكرون أخاف الفرنسيين بسبب يعني ليبراليته، وقد وصف هنا كثيرا بأنه مرشح المال والأعلام. يعني خرج عن صورة تقليدية لفرنسا. نعم. وكل مجهول الناس تخاف منه. مارين لوبان على أي حال رمته بهذا وقالت أنت مرشح النخبة ومرشح النظام. صح. تتحدث عن إيمانويل ماكرون. شكرا جزيلا لك أندري مهاوج الكاتب والمحلل السياسي متحدثا إلينا عبر الهاتف من باريس. وهذه